صباح الخير أصدقائنا، صباح النور والسرور من بحيرة شيبان على الهواء مباشرة مع قرارات للسياحة. اليوم جولتنا متميزة، الشباب من الشارجة من الإمارات العربية أجرنا هذا الزورق. قبل يومين قدمنا تقرير عن هذا الزورق، تقدرون تتابعوه. ما بتندم على جيتك؟ لا مره عافية عليك. يلا بالعافية، استمتعوا صراحة. يعطيك العافية، ما قصرت حبيبي. حبيبي الله يعافيك. قصرت الرحلة صراحة كلها من فضلك، والرحلة كانت 100% يا الله. هذا كله من فضلك انت يا ابو. والله دفع عليك صراحة، واتمنى الشباب كلهم يجي عندك. الله يخليك، الله يخليك ان شاء الله ما يقصر. نتشرف فيكم، يلا.